رمضان شهر مشبع بالملايين. اهلا بيكم يا شباب وحلقه جديده من اتكلم براحتك. النهارده في اتكلم براحتك هنناقش قضيه خطيره، قضيه الزواج العرفي بين الشباب. ايه اللي يخلي الشباب يلجأوا للزواج العرفي؟ البعض شايف ان الشباب بيلجأوا لده علشان الاهل بيعسروا مساله الزواج، طالبين قايمه قد كده، طالبين نيش وطالبين فرح و و فعلى طول بيلجأ الشاب والشابة إنهم يتجوزوا عرفي، رغم إن الزواج العرفي النتيجة السيئة بتاعته بتقع يا ولده على الفتاة. تعالوا قبل ما أجيلكم وأسألكم نشوف هذا التقرير. يستخدم الزواج العرفي كباب خلفي للتلاعب بمستقبل الفتيات وزواج القاصرات وضياع حقوق المرأة والأطفال والاستيلاء على أموال المعاشات وتحقيق المتعة لطلبة الجامعة، يتحول بذلك لنقوص خطر يهدد سلامة المجتمع. والسؤال، كيف تقبل الفتاة أن تسلم نفسها بسهولة ثم تهان بعد ذلك عندما يتنصل شريكها من الاعتراف بهذا الزواج، خاصة بعد الإنجاب، وتبدأ في اللجوء إلى المحاكم لإثبات النسب وتحليل الـ DNA لكي يأخذ الأبناء حقهم في حمل اسم الأب. إنها فكرة مهينة تماماً للشاب والشابة لو فكروا قبل أن يقدموا على مثل هذه الفعلة التي لن ينجو من ورائها سوى المشاكل. فعلاً الفتاة اللي بتلجأ لده بيقع عليها الضرر الأكبر، خاصة لو الزواج العرفي أصبر عن وجود طفل أو طفلة. بتدور هنا يا أخوانا على إثبات النسب. السؤال للبنات اللي بيشاركوني في حلقة النهاردة في الاستوديو، كل شابة عندكم تفسير إيه اللي يخلي البنت تضطر إنها تتجوز عرفي رغم إن ده ممكن يعمل لها مشكلة؟ فضلي. البنات الصغيرة لو مثلا أهلها غصبوها أو حاجة زي كده، ولو بنت كبيرة واعية مثلا أو لسه في الجامعة أو كده، ده ساعتها ممكن أقول بيبقى عدم وعي كامل وعدم مراقبة الأسرة عليها كويس. يبقى عدم الوعي. البنت برضو اللي بيخليها تلجأ ليه الزواج العرفي؟ انعدام الأخلاق، أو إن الأخلاق والدين قل شوية في مجتمعنا دلوقتي. الدين بالإضافة غياب دور الأسرة. إحنا دلوقتي ما فيش أسرة زي زمان، كان في عيلة وكان في تجمع، كنا بنتكلم مع بعض. دلوقتي إحنا لما بنعوز نتكلم مع بعض بنتكلم من خلال الماسنجر، كل واحد في أوضة تلفزيون. البنت قافلة على نفسها، والسوشيال ميديا ليه دور فعال في حاجات كتيرة. انت غلط. فعلا بتكلمي في قضية خطيرة، للأسرة النهاردة بقت مشغولة، ما بقتش الأم فعلا تحتضن البنت، والكل بقى مشغول بالسوشيال ميديا. المفروض ان في سن معين الأهل لازم يقعدوا مع الأولاد يصاحبوهم. إذن احنا محتاجين صداقة بين الفتاة وبين أمها، علشان لو البنت تعرضت لأي مشكلة تقول لأمها. مين في كل صديق لوالدته أو والدته صديقة ليه؟ تفضلي. ليلي مصطفى. أنا وماما أصدقاء جدا، برغم إن في بعض الأفكار اللي هي ما بتبقاش طبعا هي من جيل وأنا من جيل ما بتبقاش متوافقة، لكن بالعكس ماما عوداني إن أنا أي موقف أي حاجة بتحصل لي أروح أحكيها لها، سواء في العمل سواء في الجامعة في أي حاجة. كل أسرارك ممكن تقوليها لوالدتك ولا تتكسفي؟ لا كل حاجة، لأن ماما من نوع اللي هي ماما بتوجهني للحاجة الصح، الحاجة المفروض اللي أنا مفيش حد هيخاف على البنت أو هيخاف على الأولاد أكتر من أهلهم. مزبوط. الأم والأب. فهي ماما طبعا يعني هي صديقتي وأنا مبسوطة بده جدا. وخلينا أوجه تحية لكل أم فعلا أكيد بتحب طبعاً على بنتها وفي علاقة صداقة بينهم. مين تاني يا بنات عنده علاقة صداقة مع والدته وفاتح معاها وعنده أسرار؟ فضلي.
رضوى جمال، الأسباب برضو اللي بتخلي البنت تلجأ للزواج العرفي عدم الاحتواء، ومش شرط من الأم بس، الاحتواء بيبقى مفروض من الأسرة كاملة، ومفروض إن الأب والأخ بيحتووا أكتر كمان. يبقى البنت كمان ممكن تكون صديقة لوالدها، ووالدها يحكي لها المخاطر. طب في حاجة تانية كمان، اتفضلي. الخوف من العقاب أو التربية الغلط، يعني أنا مثلا لما بلجأ لأبويا أو والدتي عشان مثلا أحكي له مشكلة، ببقى خايفة إن هو مثلا يعاقبني أو كده، في حين إن هو المفروض هو اللي يحلها لي أو يحتويني مثلا. الأب لو كان عنيف يخلي البنت تهرب بقى، والأم بقى كمان أفكارها. والأم كمان ممكن تخبي عليه، يعني الأم والبنت ممكن يكونوا في سكة تانية غير الأب، لأن الأب مش قادر يحتوي أسرته. يعني لازم يكون في صداقة بين الأولاد، البنت والولد، وبين الأهل. أنا شايفة أن المسؤول عن الموضوع دوت هو الأب، الراجل المسؤول عن أنه هو يحتوي البيت كله كأم أو بنت أو كده. اتفق معاك. منى أحمد، دلوقتي هو أنا شايفة أن ماشي كل الكلام ده تمام، بس هو الأكتر أن البنات لما مثلا تعرف واحد بتثق فيه جدا علشان هي بتحبه فبتصدقه، فهو بقى يقعد يقول لها أنا هعمل وأنا هسوي، تضيع الودان، أمر مساح. أيوة بالظبط، يقعد يودلها على ودانها. أيوة، وأنا بحبك وأنا مش عايز، بس مش مستعد دلوقتي، فنعمل كذا ونعمل كذا، وهي بقى علشان واثقة فيه طبعا ومصدقه، وهو كذاب يعمل لها البحر طحينة. بالظبط. حد زن على ودانك؟ لا الحمد لله لسه لحد دلوقتي. بس فهو أنا شايفة ده يعني أكترية البنات بيبقى هو ده يعني اللي هم بيثقوا فيهم جدا، وهم اساسا كدابين. ف مش كلهم يعني. مش طب تعالوا نطلع نشوف الانفوجراف، احصائيات عن الزواج العرفي في مصر. 124871 فتاه قدمنا طلب توثيق زواج عرفي والتصديق عليه عام 2017. 24000 حاله نسبه للفتيات المطلقات بالنسبه للحالات الرسميه. 149232 حالة زواج عرفي غير مسجلة عام 2017 بزيادة قدرها 16%. 41000 طفل سنوياً نتاج كارثة الزواج العرفي. 66000 دعوة إثبات نسب في المحاكم. أرقام خطيرة جداً نقف قدامها. 149000 حالة زواج عرفي في عام 1 2017. 124000 فتاة لجأت للمحاكم عشان تثبت علاقة الزواج. طب إيه اللي ضربها على أيديها وتعمل ده؟ 41000 طفل يبحثوا عن إثبات نسب في المحاكم. يا أخوانا إحنا بنتكلم على ظاهرة خطيرة جدا، والبنت هنا هي الضحية. تتفقوا معايا ولا تختلفوا؟ هل البنت بتبقى ضحية في قلب الزواج العرفي؟ تفضل. أحمد الجويلي، هي طبعا في حالات هي ضحية وفي حالات تانية مش ضحية. الفرق هنا ان هي بتتفرج على مسلسلات فيها مشاعر اوفر غير واقعية. احنا وقعنا في فخ التغريب، احنا بنشوف برا بيحصل ايه، الحرية بنحاول مش عارفين نطبق الحرية دي على ارض الواقع نتيجة مجتمعنا، فبنلجأ الى 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 الطرق دي. الحل يكمن فينا احنا وفي الاعلام، لان دي الوسيله المباشره اللي احنا بنتفرج عليها يوميا. ما احنا جايبينكم عشان تتكلموا، ما ده اعلام. مفيش عمل تلفزيوني او عمل سينمائي واحد اتكلم درامي عن قضيه الزواج العرفي من ساعه مسلسل الزواج على ورق سلوفان، ده كان في التسعينات تقريبا او في الثمانينات. فمفيش حتى الان عمل درامي واحد بيمثل الكلام ده، فدي مشكله خطيره. طيب خلينا نرجع للدراما. شايفين الدراما بتؤثر علينا كشباب فخلينا ممكن نلجأ إلى الزواج العرفي؟ مشكلة إن الدراما أو السوشيال ميديا بقى بينمي يعني سوري الغريزة الجنسية عند بعض الناس، لأن بيشوفوا مشاهد معينة مش متاحة في مجتمعهم، فاحنا كده بقى عندنا انفتاح على مجتمعات أخرى، بقينا نشوف مشاهد عايزين نطبقها، فبقت البنت صغيرة عندها 12 سنة عايزة تعيش حياة مش حياتها. ففي جيل كده لسه طالع اسمه أندر إيدج، هو يعني صغير كده في السن، بس من كتر المسلسلات دي بقى عنده انفتاح ان هو لازم يتجوز ولازم يرتبط وما ينفعش البنت. يعني الدراما معنى كلامك الدراما مأثرة على الشباب الصغير؟ طبعا بتأثر عليه بالسلب، لأن البنت بيبقى عندها 13 سنة عايزة تعيش زي ما هي شايفة واحد بيحب واحدة وعمال يجيب لها هدايا وبياكل وبيشرب وبيخرج معاها، فهي بتحس إن هي أكبر من سنها، خلاص هي عايزة تتجوز عايزة تعيش، فبتلجأ بقى إن هي بتكون على علاقة بشخص. تتفقوا مع هذا الرأي ولا تختلفوا؟
احنا كلنا وجهنا فكرة الفكرة للشباب بس، احنا طب ما في عبء على الاب والام، احنا ليه ما بنوجهش ما هو من خلال الشاشة اهو بنقول هنوجه، بس البرنامج ده ليكم كشباب تقولوا رأيكم. حضرتك برضو الاب والام ليهم دور، ما انا مش ازاي بقى انا سمعت في الافلام بس، احنا عايزين نشتري راجل، احنا بنشتري راجل، لكن في الحياة العملية ما فيش الكلام ده، احنا بنبيع سلعة. صحيح، يعني انا ببيع بنتي في بعض الاسر، ببيع بنتي ليك، بقول لك انا عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا، طب ما كشاب انا في بداية حياتي هجيب الحاجات دي كلها منين؟ فالطبيعي هتجه للزواج العرفي اللي انتوا بتقولوا عليه، لان انا مثلا سي مثلا بحبها، فممكن نتجه لاتجاه تاني وهي بتحبني، هنتجه اتجاهات تانية. فلما الاب يسهل الامور والام تسهل الامور، اكيد طبعا احنا هيبقى كل حاجه متيسره لينا، انما انا في بداية حياتي هجيب اللي هم بيقولوا عليه ليه؟ طب تعالوا نشوف تقرير عن رأي الشارع في الزواج العرفي. ايه رأيك في ظاهرة الجواز العرفي؟ لا غلط، انه انا يعني انت بترجع لورا ليه؟ لا انا ما رجعتش والله، هي رهبة الكاميرا بس، مش رسمية، حاجة عرفية فمش معاها مرقعة فارغة والله. يعني ساعات بتكون صح من ناحية ان الواحد مش متيسر السبل ان هو يبقى في جواز حلال او جواز شرعي. هي ظاهرة منتشرة جدا بس هي غلط، حاجة مش كويسة، معارضة مع الشرع ومع القانون ومع كل حاجة، فهي غلط. انت تعرف حد في المحيط بتاعك، في صحابك، في الكلية بتاعتك متجوز عرفي؟ بشوفها بس مش ناس اصحابي يعني. لا لا الصراحة ما صدفتش معايا خالص، بسمعها لكن في الكوميونيتي بتاعتي لا. والله واقف هنا ما تشاورش ما تشاورش ولا عرفي ولا رسمي ولا مفيش حد بيتجوز والله، مفيش حد بيتجوز. متجوز عرفي؟ يا ريت. عرفي ايه؟ لا نفسي اتحط على بداية الطريق. نفسي ليه؟ كده عشان اسهل. في ايه بقى؟ مش محتاجة تجيبي شقة ومهر ومش عارف ايه والكلام ده. امتى ممكن الشباب يقولوا ان احنا هنتجوز عرفي؟ اهل البنت مش موافقين عشان هو مثلا فقير معهوش فلوس، مش عارف يعيش في المستوى الاجتماعي، حرمان، اسباب كتير يعني، بسبب حصل اي حاجة الليجل بينهم. هيصلحوا ازاي بالجواز العرفي؟ يعني هو كده كده هيفضل في السر. ما هو غلط بيتبني على غلط، لما يكونوا عايزين يتجوزوا ما يعرفوش عشان الناس معهاش فلوس، عشان ساعات الاهل بيطلبوا طلبات غاليه، الشقه غاليه والشبكه غاليه ولازم مش عارفه ده بمليون ولازم في التجمع ومش عارفه ايه كده، بيحسوا ان خلاص بقى الضغوط دي هتخليهم يعملوا حاجه غلط فبيلجأوا له. بس هي الفكره في الاخر هي تربيه وسلوك، يعني ما اعتقدش ان الظروف هتخلي دايما مهما ضغطت على الواحد مش هتوجهه للحاجه الغلط. يعني معروفه الناس بتتجوز عرفي عادي، يعني هي طول ما هي بعيده وببات عند ساره والكلام ده هيبقى في بلاوي طبعا. الغلط انتشر قوي فبقى الجواز العرفي مش الحاجه اللي نتخض اول ما نسمعها زي زمان. ربنا يكون في عون الاجيال اللي طالعه، انتوا مش هتلاقوا اجيال، هتلاقوا اشباح. نقلل من موضوع الجواز العرفي ازاي؟ يعني نساعد الشباب شويه. نساعدهم ازاي؟ يعني نوفر لهم شقق، نوفر لهم اماكن يشتروا منها الجهاز بسعر رخيص شويه، نيسر حاجات كتير للشباب عشان هو الشباب هي اللي بتبقى سبب بالموضوع ده اكيد مش البنات. يعني مش لازم عشان اجي اتجوز اجيب شقه ومهر ومش عارف ايه وفرح واخش لي في مليون مثلا ولا حاجه وبس عشان اسمي هتجوز. يعني لو جات واحده من صحابك تسالك تقول لك انا هتجوز عرفي، هعرف ايه اللي الدافع اللي خلاها تعمل كده وهنصحها انها ما تعملش كده؟ لا ما حدش اكيد هيعمل كده من صحابي، ده ليه مش هتلاقيش عليهم صحابي كويسين. مش هنصحه الصراحه لان انا مش شايف ان الزره دي بقت موجوده. هنصحه طبعا، تنصحه؟ هقول له لا ما ينفعش. يا ظاهره الجواز العرفي لسه موجوده اصلا ولا انتهت؟ ادمت قوي يعني. امال ايه الجديد؟ لا ما فيش جواز عرفي بقى، من غير جواز خلاص. اسمه ايه ده بقى؟ بتسموه ايه ده؟ صباح الاستهبال. الشباب في التقرير علقوا المسؤولية في رقبة الأهل، بمعنى أن الأهل ده هم المسؤولين، هم اللي بيغالوا في الطلبات في الأمور. طيب تعالوا بقى احنا روحنا لأولياء الأمور نشوف رأيهم إيه، هل المغالاة بتاعتهم دي حقيقية ولا أولياء الأمور ليهم رأي تاني؟ أهم أسباب الزواج العرفي أعتقد في المجتمع رقم واحد ارتفاع المهور وغلاء المعيشة، السوق يعني إلى حد ما صعوبة الحالة الاقتصادية بالنسبة للشباب. طبعاً قلة الإمكانيات بالنسبة للشباب، ما بقاش إمكانياتهم تسمح إن هم يقدروا يجيبوا كل الطلبات المطلوبة بالنسبة للأهل العروسة، بيطلبوا طلبات كتيرة ومبالغ فيها زيادة على اللزوم فما بيقدروش. سبب انتشار الظاهرة كلها إن إحنا دي تقول انا عايزها وابوها يقول انا عايز، فالشاب هيجيب منين؟ وبعدين الظروف اللي احنا عايشينها دي لا يكون في عون الشباب.
أسباب انتشار الزواج العرفي البعد عن الدين والمغالاة في المهور. ممكن مغالاة في الجواز أو في خطوات الجواز أو إن بيصعبوا على الشباب يعني إن هم يتجوزوا. أنا شايف إن تعنت الأهل ممكن يكون سبب من الأسباب، ممكن يكون حد مناسب وحد كويس والصديقة الزميلة في الجامعة أو هو كويس وهم رفضوه لأسباب معينة. تعنت الأهل طبعا أكيد سبب من الأسباب. طبعا تعنت الأهل سبب رئيسي، وطلبات كتر الطلبات اللي بيطلبوها بيحمل على الشباب، مش هيقدر يطلب منه طلبات أزيد من إمكانياته بكتير، طبعا عمره ما هيقدر، فبيرفض الجواز أو ما بيفكرش أساسا أنه يخش في الجواز من أساسه. أنا عن نفسي ما تنزلش عن حاجة لبنتي، لكن يبقى في تخفيف، في فرق بين أن أنا تنازل وين ان انا اخفف. انا عندي بنتين مش بنت، ومستحيل ان انا اوافق ان اجوزهم من غير مهر او شبكه يعني. لو الاستاذ قدامي كويس ممكن اوافق عليه من غير مهر. انا عن نفسي مش هتنزل عن حاجه لو حتى البني ادم كويس. انا فعلا لو عندي بنت اجوزها من غير مهر وشبكه، وهشتري الشخص ان هو يقدر يحافظ عليها، ده اهم حاجه. لو انا عندي بنت وجالها شاب متدين وكويس انا هضطر ان انا اوافق عليه. انا ممكن اتنازل مثلا عن الحاجات اللي هي يعني مغالة فيها. بعض أولياء الأمور في التقرير بيقولوا المغالاة اللي بيقدمها بعض أهالي الفتيات دي بتؤدي إلى اضطرار الشباب للزواج العرفي. طيب عايز أسأل البنات في الاستوديو، في أي بنت منكم وهي قاعدة معانا النهاردة لو شاب بيحبها وتقدم لأهلها وأهلها غالوا في المهر بتاعها ممكن تلجأ للزواج العرفي؟ رينات فرج، هو أكيد لأ، مش هقبل أن أنا أتجوز عرفي حتى لو أهلي مفقوش عليه، حتى لو بحبه أكيد هستنى عليه شوية يعني حتى يجهز نفسه ويكون نفسه ويجيلي، غير كده أكيد مش هلجأ للجواز العرفي. مش هتلجأ للزواج العرفي. فضلي سارة مجدي، هو أنا أكيد مش هلجأ للجواز العرفي، بس ممكن يعني أفكر في أفكار تانية، يعني ممكن أحاول أقنع أهلي اللي هو مثلا كويس وكده، وإن يعني إن هما يحاولوا يقللوا شوية، أو مثلا بعدين يعني ممكن لما الظروف تسمح مثلا وبعد الجواز ممكن هو يعني نجيب الحاجات دي بعدين، بس اللي هو مش لازم دلوقتي، واللي هو برضو هو لو إنسان كويس وفعلا بيحبني هو حتى مش هيلجأ لفكرة الجواز العرفي، يعني هو مش هيفكر فيها، بالعكس هو هيحاول يتقدم أكتر من مرة ويحاول هو يثبت نفسه ويثبت وجوده وإن هو شخص كويس عشان أهلي حتى يعني يتنازلوا شوية ويوافقوا عليه. أنا بحييك على وجهة نظرك دي، لأن ده المفروض البنت تقول للشاب اللي متقدم لها أصبر اجتهد كون نفسك وتعالى نكلم الأهل تاني. فضلي. أنا مش عارفة ليه دلوقتي بنبص دايماً للناحية المادية وكأنها سلعة بنبيعها الأباء يعني. فأنا شايفة أنت ما بتبصش للأخلاقيات، أخلاق الشاب هو ده اللي يهمني في زواج البنت عشان ما يحصلش طلاق بعد كده. طيب مين البنت اللي قاعدة معانا وتوافق على شقة إيجار، قانون إيجار جديد؟ هو الفكرة مش فكرة الشقة قد ما هي الفكرة، أنا شايفة يعني مش مشكلة شقة صغيرة وبعد كده تكبر شقة إيجار، مش مشكلة، أهم حاجة أنا شايفة أن الفكرة في الزواج العرفي أن الراجل هو السبب، يعني أن الراجل أحد الأسباب، لأن الراجل هو اللي بيبدأ بالمبادرة مش الست، لأن ربنا بيقول إيه، وادخلوا البيوت من أبوابها ولا توعدهن سرا، فهو السبب يعني هو اللي بيبدأ بالمبادرة، فهو لو عنده جانب أخلاقي وجانب ديني مش هيعمل حتى مش هيعمل حاجة زي كده. طب ما البنت توافق ليه برضه، ما هترفض يعني. تمام، بس هو اللي بيبدأ يعني هو البداية. شايفين مواقع التواصل الاجتماعي ساعدت على انتشار ظاهرة الزواج العرفي؟ فضل. محمد رجب، طبعا وسائل التواصل الاجتماعي حاليا هي من اهم الاسباب في انتشار الزواج العرفي، طبعا لان في بقى سهل البنت تتكلم، بقى سهل طبعا، في طبعا البنت تتكلم ولد بكل سهوله، ويعني بقى في فتحت بينهم كلام كتير ان هو يحصل بينهم يعني حاجات كتيره ممكن تحصل من ورا السوشيال ميديا، فبقى زي الفيسبوك والواتساب والحاجات دي كلها دلوقتي بقت اسباب رئيسيه يعني لهذه الظاهره. تعالوا نشوف راي الدين بيرى إيه في الزواج العرفي؟ هل هو زواج حلال أم زواج يحرمه الشرع؟ البعض بيروج على إنه هو شرعي، وبيستدل بكده بإن أنا في حالة إجابة قبول وفي 2 شهود، وده غير صحيح، لأن في شرط مهم جدا اللي هو الولي، والولي طالما إن الأب موجود في الأسرة هو الأب هو الولي اللي موجود في الأسرة،
اللي هو ما ينفعش ان انا اجيب واحد اقوله ان هو دوت الولي وانا بديله الموافقه بتاعتي. لابد ان احنا كمان نتفق على ان مساله القانوني يعني طالما ان القانون اللي هو مخالف للقانون ده بقى مخالف للشرع، لان احنا عندنا الدستور بيقول ان المصادر مصدر الشريعه الاسلاميه مصدر رئيسي للتشريع، يبقى معناه ان اللي مخالف للقانون ايضا هو مخالف للشرع. ما يخالف القانون يرفضه الشرع، وبالتالي القضيه مش قضيه ورقتين نضربهم يا شباب ونقعد في الكافيتيريا ويبقى ده زواج، لان مفهوم الزواج مختلف عن كده خالص. هل حد ليه راي مختلف عن راي الشيخ عبد الغني هندي؟ اتفضلي. هقول لحضرتك يعني مصر بلد فيها مساحات رهيبه رهيبه في كل المحافظات من الاراضي الواسعه الشاسعه الفاضيه اللي ما فيش اي حد ساكن فيها، على الاقل ممكن يوفروا للشباب على الاقل المباني كشقق واماكن للسكن. وحتى الشباب دلوقتي المفروض انت مطلوب منك شقه وتجهز في حاليا مشروعات زي الاسكان الاجتماعي للشباب. حضرتك في حاجه بتعملها المحافظات كويسه جدا بتشجع الشباب، منها مثلا اللي انا بعلم فيها محافظه بورسعيد، الشاب او الشابه اللي بيتفقوا على الجواز وخلاص هيكتبوا الكتاب بتشجعهم المحافظه، ان مجرد ما يكتبوا الكتاب وبيجيبوا الورقه والقسيمه الجواز المحافظه بتوفر لهم سكن. ده محافظه بورسعيد. ايوه يا فندم. تحيه لمحافظه بورسعيد. تعالوا نروح نشوف الشارع بيسالني سؤال ايه. السؤال ده انا بوجه له استاذ محمد، يعني لو هو عنده بنت او اخت هيرضى يجوزها من غير مهر او من غير شبكه؟ انا مع الاعتدال، مش هغالي للامانه، بس لو جالي شاب كده محترم امامه مستقبل واعد لا ممكن نلغي الحاجات دي، لكن ازاي اضمن برضو لبنتي مستقبل؟ يعني مش اي حد يخبط ياخدها ويمشي، يعني صح ولا غلط يا اخوانا؟ انا في الاخر اب. هنطلع فاصل قصير وبعد الفاصل نكمل حوارنا في اتكلم براحتك.